سمسارة. اليوم محاكمات لاهالي الهويدي بعد 7 شهور من الاعتصام. ما حتى الاستدعاءات جات في وقت الكوفيد، معناها في الوقت اللي كانت مرفوعه فيه التتبعات، و المراد به هو تشتيتنا وهرسلتنا وإثناءنا على القرار الشعبي اللي اتخذناه، واللي قلنا راو المقطع مغلق بقرار شعبي. بعد الاحتجاج الأخير أمام الولاية، وبعد التأكد من أن الوالي رأساً مورط في ما يرتكب في حقنا من مظالم وفي ما يرتكب في حقنا من مجازر، السيد الوالي علي المرموري يشكي بحرايرنا من أجل ثنيهم ومن أجل ترهيبهم ومن أجل أنه تشتيتنا، ومن أجل أنه إحنا معناها نخلوه هو ينهب ثروات الجبل متاعنا ونموت وإحنا وبش يعيش هو معناها. عندنا الملف الأول هو الشكاية اللي تقدمنا بها نحن في حق أهل الهويدية ضد شركة استغلال مقاطع بالهويدية. الملف الثاني هو الشكاية اللي تقدم بها بعض صاحب المقطع ضد بعض من أهالي الهويدية، والشكاية الثالثة هي شكاية قدمها والي جندوبة ضد 4 من أهالي الهويدية، منهم مرأة مسنة عمرها 75 سنة من أجل هضم جرم موظف. قرار المحكمة استجابت لطلباتنا في التأخير وأخرت جميع القضايا ذوما 3 إلى يوم 6 سبتمبر باش ندافعوا ونقدموا طلبات. رجعنا إلى الخيمة كالعادة، رجعنا باش نرجعوا شعاراتنا ونلتقطوا أنفاسنا ونتدارس ما يمكن أن نجم ونعملوه في إطار الضغط من أجل استصدار قرار نهائي بغلق هذا المقطع. أكيد مواصلين في الاعتصام إلى حين استصدار قرار نهائي للغلق، معناها غلق معناها الجبل، القفاة متاع الجبل اللي نعيشوا عليه واللي نعيشوا منه، معناها باش نفضوها للأبد، معناها حتى باش ما توليش إشكال لأجيال أخرى، على خاطر هم يراوحوا ونعرفوا حبال الإدارة ينجموا يبقوا 5 سنين وبعد يرخصوا لشكون آخر. احنا نحبوا نستصدروا قرار نهائي وسحب الرخصة من المقاطع جملة، معناها على جبل الهويدية.